الراية البيضاء. فتحت البوابات لتاسع أشواط الحفل 49 مهرات الثلاث سنوات تنطلق بكل قوة. هنا نشاهد من يتصدر راشق المرشحة الأبرز صاحبة الأعلى تصنيف ابنة سلبينج إنديان مع فواز والناس من الخارج في متابعة أيضا من لعيون سماهر ابنة سيج تحاول الانطلاق في هذه الأثناء وكذلك خواتيم ضمن الأسماء المتصدرة فيما نشاهد أيضا من يتقدم هنا فلوة نايف ابنة سولد سارج مع جيمي كاريون هنا الصدارة هنا الانطلاقة لعيون سماهر ابنة سيج أولا من خلفها إلى المركز الثاني فلوة نايف وخواتيم ثالثا وراشقة في المركز الرابع ومفصلية في المركز الخامس تحاول الانطلاق لعيون سماهر ابنة سيج والابتعاد بهذا الشوط مع يوسف الحصين فيما نشاهد فواز والناس يبدأ بدفع راشقة للتقدم والانطلاق الأمتار الأخيرة من يتقدم الصدارة غير محسومة حتى الآن راشقة وظبي الحماد الثنائي المرشح في الاستوديو وأيضا لعيون سماهر والدخول القوي من بطولات تحاول الانطلاق ظبي الحماد وبطولات منافسة ثنائية ثلاثية ممتعة بطولات ابنة علم تتقدم من الخارج وتظفر بالفوز الثاني في سجلها السباقي لشرف محمد الحريري دريبات حمد الرشيد والقيادة ريان الطويرش ألف مبروك.